السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو وسقطه كاميرات المراقبة داخل جامعة صباح الأحمد بالكويت، حيث وثقت وقعة اعتداء على شاب مصري عمل الشاب كشير من مواطن كويتي. وظهر الفيديو المواطن الكويتي وهو يلوح بيده للمواطن المصري، ثم قام بعدها بصفعه على وجهه 3 مرات قبل أن يتدخل الموجودين في السوبر ماركت لمحاولة تهدئة الرجل الكويتي. أهلا بكم في كرشرة، وفي الحلقة دي هنتكلم عن رد فعل المصري تجاه المواطن الكويتي، وهل يصح الفعل المشين اللي صدر من المواطن الكويتي. وقبل ما نبدأ عاوزين نوصل للفيديو ده 9000 لايك. معقول مش هنلاقي 9000 شخص رافضين لتصرف المواطن الكويتي؟ لو رافض لتصرف المواطن الكويتي ما تنساش تعمل لايك اسفل الفيديو. وقبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. حاول احد افراد الامن منع الرجل من صفع المواطن المصري مره اخرى، وده شان نشطاء عرب هاشتاج جماعه صباح الاحمد للتعبير عن تضامنهم مع حق الشاب المصري. وفي رد فعل سريع لهذا الموقف، قام ناصر زعران العتيبي رئيس الجمعيه بتقديم استقالته، واعراب لصحيفه الانباء الكويتيه عن استياءه من التصرف المشين الذي وقع من المواطن امام العلن وتحت سقف كيان يتولى ادارته، مشيرا الى ان التحقيقات جاريه في مخفر ميناء عبد الله لوضع النقاط على الحروف واتخاذ الاجراءات القانونيه ورد الاعتبار للجمعيه وللموظف الذي تم الاعتداء عليه. تفتكروا ايه سبب الهمجيه والعنصريه من الكويتيين ضد المصريين؟ اكتبوا لنا في التعليقات، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي اول مره تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم فيديوهاتنا اول باول. وقبل ما ننهي الفيديو كالعاده، ما تنسوش الصلاه على النبي.